انا الاستاذ فنينش مشيت سنه 1985 من خريجي جامعه باب الزوار، ومشيت لفرنسا بور ان دكتوراه، وكملت لو دكتوراه. كنت حاب نرجع للبلاد، لكن الظروف تاع البلاد جعلت اني بقيت هناك. بقيت استاذ في الجامعه، لكن هذا ما منعنيش باش نبقى في التواصل مع الجامعات الجزائريه و في بلا كولابوراسيون سيانتيفيك. دونك جي انكادري انورميمون دو دوكتورون افيك لالجيري.